فضلت انا طول الحلقه اللي فاتت ربع ساعه بقول لك ايه، بقول لك اهدى، ما تبيعش خيسوس دلوقتي، خيسوس مهاجم كويس، متروفيتش ما تتغرش فيه، ده هو بيعمل كده دايما، نونيز لسه شويه ولسه العجله في ليفربول ما ضرتش وخلي بالك وبتاع، وانت ما سمعتش الكلام. خيسوس جاب جونين وعمل 2 اسيست، متروفيتش ضيع ضربه جزاء وخد انذار، كان اسيد الحكم بالشلوت وهو خارج، داروين نونيز اتطرد وطلع بسالب 2. انت ما تسمعش الكلام، انت لو تسمع الكلام الدنيا كانت تبقى معاك حلو. ولكن حتى في الحقيقه انا كمان لما سمعت الكلام وبعت كين وجبت هالاند، كانت النتيجه ان هالاند لعب باصتين صح في 74 دقيقه، باصتين بس من رجله، واحده اسيست وواحده وهو بيسنتر وخرج. فالناس اللي راح بعت كين كلنا بعنا كين وجبنا هالاند، يعني كان تصرف منطقي والله. هالاند بيلعب بورنموث في ملعبه وكين بيلعب تشيلسي بره ملعبه، فهالاند يعمل اسيست واحد وفي وسط اربع تجوان وكين يجيب جون في الدقيقه 96. والحقيقه اللي حصل مع كين وهالاند ده هو يعني الكارما بتاعه الفانتزي، ده المعتاد على فكره. وده مش بس كين، يعني كين كده كده احنا عارفين ان هو هيسجل اصلا، ده كين يعني. لكن الناحيه الثانيه هتلاقي حاجات بقى غريبه من دي دايما في الموسم، اللاعب اللي انت بتقرر تبيعه في اللحظه اللي انت بتبيعه فيها هو بيقرر يتحول الى برايم رونالدو الظاهره. في اللحظه اللي انت اللاعب اللي انت شايفه كل جوله بيجيب جوان ده اول ما تروح تجيبه بيتحول الى داروين نونيز، بيتحول الى متروفيتش في الجوله اللي فاتت مثلا. فالوضع الصراحه في الفانتزي عادي، احنا لسه بنبدا الموسم والنقط مفيش حد جاب نقط عاليه قوي، اغلب اللعيبه لسه ما ظهرتش، يعني ليفربول لسه مفيش، تشيلسي برده مش قوي، الكلين شيت مش شغال، يمكن جيمس وكانسيلو هما الاثنين اللي جابوا نقط في الجولتين مع بعض، التريبي برده شويه. فلسه الاجواء يعني ايه قدامها شويه كده على ما نوصل لحاجه او يبقى في قالب معين بنبدا نتحرك فيه كلنا. جابريل خيسوس ندم كل الناس اللي بعته، جونين واثنين اسيست وضيع كمان فرصتين خطر كان ممكن يسجل منهم اكتر من كده نقط، عشان يعرف الناس ان انت لازم تهدى. الراجل جوله واحده خرج فيها بلانك وده عادي جدا، وكان ممكن حتى يطلع فيها بيسجل، فعادي يديله فرصه واثنين وثلاثه، لانه في النهايه لسه الدوري بيبدا، لسه بنستكشف اللعيبه، ما تروحش تجري على لعيب على طول لمجرد ان هو عمل حاجه وانت لسه مش شايف ماتشته الجايه ايه او مش عارف ايه اللي هيحصل او تتسرع لاي شيء، لان في النهايه هتلاقي العقاب فوري. خيسوس مسماش على حد والعقاب كان فوري، كين برضه عقابه كان فوري، وان كان يعني الموضوع في رايي فيه شويه منطق، متروفيتش عاقب الناس بس بالعكس، داروين نونيز عمل نفس الكلام برضه، وان كان معاهم برضه داروين نونيز انا في رايي ان هم مش محظوظين خالص، الراجل ضيع ثلاث فرص مؤكدين، واحده منهم على الاقل جون، كانت ممكن مش هقول لك بقى انها تعمل لك حاجه كبيره، بس مش تخرج بوان اثنين يعني، هتجيب لك ثلاث اربع نقط، تبقى على الاقل عملت حاجه تفيد نفسك بيها. الكسندر متروفيتش خد الناس وطلع بيهم في الجوله الاولى ورجع بيهم ثاني لسبع ارض في الجوله الثانيه، ضاع ضربه جزاء في الدقيقه 89، خد انذار بعد كده، طلع بسالب واحد في الماتش، ما كانش ظاهر بشكل كبير والماتش ما كانش فيه عموما فرص كتيره بالذات لفولهام، الفرص كانت ناحيه ولفرهامبتون، فمتروفيتش نتيجته كانت سالب واحد. وبذكر اللعيبه اللي ما عملتش حاجه، فكل لعيبه الوسط اللي هي في السعر المتوسط ده ما قدمتش اي شيء لحد دلوقتي، رحت تلاقي بيدرو نيتو، هتلاقي ليون بيلي، هتلاقي برونو جيماريش، راشفورد، سانشو، كل الناس دي ما جاتش خالص باستثناء مارتينيلي وواحد تاني ما كانش حد رايح له خالص او الاغلبيه ما كانتش رايحه له. جابرييل مارتينيلي عامل جبهه ممتازه جدا مع زينشينكو، واعتقد ان الجبهه دي لو معاها لاعب وسط افضل من جرانيت تشاكا هتبقى اكتر خطوره، وهيبقى الاثنين دول كمان منجم نقط كبير. 6 مليون على سعره ده بدا طبعا سعره يزيد مره في الثانيه وبقى مهم اكتر للناس. فلاعب زي مارتينيلي من اول موسم كنا بنتكلم عنه ان هو لازم يكون موجود في فريقك، والحد الثاني ان انا كان نفسي اروح اجيبه من الجوله الاولى ولكن قلقت واستنيت ان اشوف ليدز يونايتد هيقدم ايه وبعد كده ابدا اتحرك على اساس ده، وهو رودريجو. رودريجو بادئ كويس جدا، جاب جون في الجوله الاولى، جونين في الجوله الثانيه، ماشي بشكل كويس جدا، بعد ماتش تشيلسي ماتشاتهم اللي جايه كمان كويسه جدا تقدر تعتمد عليه، مع اصابه باتريك بامفورد فهو متوقع يكون هو المهاجم بتاع الفريق ومعاه كمان ضربات الجزاء، فاعتقد ان رودريجو هيبقى واحد من اللعيبه المهمه جدا في الفتره اللي جايه. يمكن الناس مش هتروح له قوي عشان تشيلسي بشكل اللي هو المتوقع، ولكن ما بعد تشيلسي ماتشاته كويسه وهيبقى ساعتها مفيد جدا للناس.